فلاح مكفي سلطان مخفي، عنوان حلقتنا اليوم لبرنامج العوافي. بيت الزراعة بأنطلياس وبرنامج العوافي مثل ما عودناكم دايما منزور كل المناطق لنشوف هالمزارعين كيف عم بيزرعوا وشو الطرق اللي عم بيزرعوا فيها. اليوم بمنطقة سرعين عند أستاذ محمد شومان عنا هالمزرعة الكبيرة الموجودة عنده، زارع فيها كتير أصناف من البطاطا للبندورة لللوز ولأصناف تانية، وكمان عنده مواشي. رح نمرن بكل هالمزرعة ونتفرج عليها ونعرف كيف عم بيربي المواشي عنده، وكيف عم بيهتم بالزرع، وكيف عم بيكون عنده مردود على مدار السنة لحتى ما يخسر بالزراعة. وهيك بنرجع بنشجع الناس يزرعوا، لأنه نهاية والبداية هي الزراعة. سيد محمد شومان، يعني المجي اللي عندك على سرعين شغلة كبيرة. نوصل على هالأرض نشم ريحة التراب، تراكتور عم بيفلح، ريحة التربة بتاخد العقل. يعني هالشباب يعطيهم ألف عافية عم بيحصدوا البطاطا. كم دونم بطاطا عندك؟ حبيب قلبي، أول شيء أهلا وسهلا فيكم بمنطقتكم وبأرضكم. أنا زرع الكمية شي 100 دونم، بس اللي واقفين فيها شي 50 دونم. يعني عندك 100 دونم بطاطا. خبرنا شوي كيف بتزرع، من أي تاريخ لأي تاريخ، وإذا إذا لها زراعة مرتين بالسنة قدي بتضاين؟ 4 أشهر، 110 أيام، 120 يوم. خبرنا شوي عن زراعة البطاطا هيك حتى تنورنا أكثر على الزراعة. هلأ البطاطا بيتحكم فينا التأس أول شيء. نعم، نحن بنزرع بداية من أول شباط، من 1-2. عم نحكي هون منطقة عندك بالألف متر. ايه، هيدا الموسم البكير. يعني هون بيكون راحة الساعة. ايه، الموسم البكير بنزرع، هي بدها شهر لتطلع. من هون بنصير نخاف من الساعة، بس هي تحت الأرض ما بنخاف من الساعة. في عندي سؤال لحضرتك، كثير أوقات بيجوا بدون بطاطا ليزرعوها، بينطروها لحتى يطلع منها الزنبيط ويزرعوها بالتربة، حضرتك تعمل زيت شيء؟ لأنه مسافات الكبيرة بعتقد ما رح تنطروا كل كيس لحتى يزنبيط ويطلع منه الأشياء اللي لازم تنزرع. لا، هيدي نحن بالبدار نحن بنجيبه أجنبي. نعم. بيبقى أجنبي له عمر معين، من مجرد ما حطيناه بالأرض بيطلع. يعني من بده كمية، بس تخف يتفت طقس علي بيطلع. هي بده شهر تقريبا. يعني ما في داعي ننطر لحتى؟ لا لا لا، هيدي لا، بس بيكون اخذ تبريده بالبراد هو وجاي دغري للزراعه، جاهز للزراعه. صح. بنقسمه نحن حسب الحبه الكبيره بتشبرح، بنعملها 4، بنعملها 6، بنعملها 2، وحده بنزرعها مثل ما هي صغيره وبنزرع بها. بدها كمان بيلعب هون التأس، من يمكن تاخذ 4 أشهر، يمكن تاخذ 4 أشهر ونص، يمكن توصل ل5 أشهر. نعم. لحتى نوصل لهذا النهار اللي عم نقلع فيه هلا. هلا هون اي تاريخ زرعت؟ هون 15 شباط، 15-2. يعني هلا لنا 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر و10 أيام. شو الاشياء اللي عم تبقى، يعني بس نزرع هالبطاطا بتحط سماد عضوي، بتحط كيماوي؟ فسرنا شوي تناخذ فكره كيف عم يعني كيف عم بتواجه زراعة البطاطا، إذا كانت هينة ولا صعبة. هلا البداية بتبلش من تجهيز الأرض من السنة اللي قبل ما بدك تزرع. يعني نعم. نحن هلا 2022 بنجهز من 2021. نعم. بنحرص الأرض اللي هي فليحة على الموتير الكبير أو على 50 سنتي. نعم. بنفلحها، بتخليها تضربها الشمس مشان تطهر كل البكتيريا والأشياء، وتعطي الشمس هي بتعطي حياة للأرض. نرجع منحط سواد عضوي، هو سواد البقر اللي بيطلع من رواسب البقر والغنم والمازي والدجاج، بنحطه على وجهها أو قبل الفليحة بيمشي الحال. نرجع بعد هذا الشيء بس تشتت الدنيا، نرجع منوجه الأرض، منجلسها، يعني بيبقى فيها تليم نايمة كذا، منجلسها ونجهزها للزراعة. كمان قبل الزراعة بس تعطي الدنيا تأس مناسب لنقدر ندعس بالأرض، منفوت بالكيماوي. الكيماوي اللي هي شو هو التأس المناسب لتزرع؟ يعني تكون في عطي نشيف، ما يكون الأرض. نعم. وحل، لحتى بس لأنه الوحل بيأذي الزراعة. صحيح. منفوت فيها نحن رش كيماوي، وإذا كان التأس مناسب نحن منراقب النشرة الجوية لمدة شهر مثلا، شو في بعد كذا، إذا في تقل شتي بتأثر علينا أو أي شيء بنشتغل. هيدي ضمن المزارع يعني بيعرف كيف بده يشتغل فيها. الدنم قديش بده سماد عضوي؟ الزبل يلي عم تحكي عنه. نحن بنعطي الكميون، بنحط الكميون ل3 دولامات أو 4 دولامات، هو عبارة عن 12 متر 12 متر سويد، يعني بتقدر بشي 5 أو 6 طن. يعني 6 طن بتحطهم ل3 دولامات؟ إيه، 3-4 حسب الأرض. في ارض ما بنحط لها سواد تكون هي مرتاح، ما مش الكيماوي بنحط حسب المزارع وقدرته.
نحط من ال 100 كيلو لل 200 كيلو فينا نوصل. هيدي المركبات. هاي بسموها مركبات بالاول فرشه نحن بنسميها. قطفنا، شو الاشياء اللي عم بتواجهها؟ اذا هيني ولا صعبه؟ يعني اليوم اسعار البطاطا كثير غاليه، ارضك كبيره، عم بتوجه على الحسبه بعتقد او على سوق الخضره، عم بياخذوا منك باسعار، يا هل ترى هالاسعار منيحه لحضرتك؟ لانه سعر البطاطا بالسوق غالي، عندك قد ايه بتسلمه؟ الحقيقه ما بقدر تقول لي السعر، بس قد ايه بيفرق معك بين سعر من ارضك للسعر اللي عم يوصل على بيت المستهلك لنفرض ببيروت؟ هلا هو في فرق، يعني المستهلك بيدفع حق الشنطة، حق المازوطات اللي بدهم يوصلون، حق العامل، حق كل شيء بده يدفعه، وهذا بيدفع من جيبة المستهلك لربح التاجر. أما نحن بالنسبة إلنا هلا في عندنا خسارة بالوضع اللي نحن فيه، كيماوية عالية، أدوية عالية، مازوط شيء ما بينحكى فيه، كلفة صيانة تراكتورات، شيء ما بينحكى فيه. بيجي عندك انتاج، نحن عم نبيع كيلو البطاطا هلا ب 7500 ليرة. نعم 7500 ليرة قد ايه كنية عن دولار يعني حسبهم؟ صح ولا شيء؟ صح. الله يهدي البال، ان شاء الله ما بتضل الايام هيك، بترجع الايام بتصير احسن. بعد عندي سؤال للدنم، قد ايه بتحط كم كيلو بطاطا؟ زرع 200 كيلو. 200 كيلو للدنم، هيدا عم نحكي دائما للاجنبي. بتلحق 200 كيلو، هو تقريبا قريب لبعضه، 200 كيلو دار، 200 كيلو كيماوي هي فرشة، بيرجع بيلحقنا نحن دواب وراش يعني نحن بنحسب على كلفة الدولار بنعطيه، مثلا الدلم عفوا، نعطيه 200 دولار مازوت، من 200 220 دولار حسب المي، بنعطي 200 دولار بطاطا، لأنه كان السنة بالدار 1000 دولار و1000 وشوي، الكيماوي كمان نفس الشيء، يعني بنوصل بيوصل حسب بين مزارع ومزارع وأرض بتختلف ومي عالية ومي واطية، كلفة الدنم عندنا من 800 لل 1100 دولار. هيدا لحتى تزرعوا؟ هيدا لحتى توصل للقالع. لا 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 تزرعوا وتقطفوا وتوصل، انا مع يد العامله مع التراكتور. لا نحن عم نحسب الكلفه، اذا بدنا هودي ما بنحسبهم اليد العامله بالاخر، هودي ما بنحسب، بس نوصل نحن بنوصل بطاطتنا للقالع. هلا بدنا نقول شغله، يمكن هاي السنتين كانت صعبه، ان شاء الله السنين اللي جايه بتكون هينه، اكيد بدنا نشجع على الزراعه، وانا بعتقد حضرتك رح تشجع اي شخص عنده ارض تركها يزرع بطاطا او غير بطاطا، ما يتركها بور لحتى نضل زراعة بلبنان لقدام وضل نطلع انتاج، وبعتقد ما حدا بيزرع وبيخسر، يمكن ما ربح كتير بس اكيد ما رح يكون عم يخسر. هلا نحن بننتكل، ما بننتكل مثلا، نحن بنشكل ومننوع بالزراعة. نعم ما بننتكل على صنف، بتضرب هيدي بتستلقي هيدي، بنزرع بصل، بنزرع عنا كروم، عنا لوز، عنا كذا، بنضل مادين حالنا، لأنه نحن مرتبطين بهيدي الأرض. صح. هيدي الأرض روحنا، أكيد. حياتنا. أكيد. ما فينا، بدنا نعلمها لأولادنا. مش بس نحن، حد عن اجدادك؟ ابدا، عن بي وعن اجدادي وعن هذه الزراعه، يعني مربوطه بروحنا. ما فينا بقول انا مثلا بخسر، بقول ما بدي ازرع، شو بلاقي حالي بقلب السهل. ما زال خبرتنا على اللوز وعلى البصل وعلى اصناف ثانيه، بدنا نشوفها. هي من حقلة البطاطا يلي بتبعد 500 متر عن بستان اللوز، بدك تخبرنا هالبستان كم شتلة فيه بقلبه أو كم شجرة، لأنه بعتقد عمره بال 15 سنة اسم الله صار، وكيف عم تزرعون، قد ايه بين الشجرة والشجرة، شو طريقة الاعتناء يلي حضرتك بتهتم فيه؟ لأنه بعرف إنه من زمان وجاي بتهتم بالزراعة، كان عندك مصلحة تانية تركتها وكملت بالزراعة مثل ما كان الوالد يشتغل بالزراعة. خبرني شوي عن بستان اللوز، عندي حشرية أعرف كيف أسسته وقديش هلا بيطلع لك انتاج؟ اللوز عادة كمان كل شيء بدك تزرعه، إن كان شجر أو كان بطاطا أو كان بصل أو كان كل شيء، بدك تجهز الأرض صح. هون عم نحكي تأسيس البستان. إيه، بتجهيز الأرض بالفلاحة. صحيح. أكثر من 50 سنتي الشجر، يعني مش مثل البطاطا، بتعطيه بتفلحه وبتغمق. 70. إيه، بتغمق الفلاحة. بتلقط اذا في حجار بتلقط منه، بتهندسه، ناس بتزرع على 4 امتار، ناس بتزرع على 5 امتار. هو طبعا الشجر كل ما كان في فضاوي باستثناء العنب، كل شيء كان فضاوي بيناته بيكون احلى. لهون كمان حسب نوعيه الشجر اللي عم نزرعها. طبعا طبعا ايه اكيد، نوعيه الشجر ما بتكبر كثير. ايه طبعا فيك تقرب، نوعيه الشجر بتكبر كثير. صح، فيك تخليها تكون مثلا اللوز يعني ببلش من الاربعه للخمسه، ما في بعتقد الحلواني. ايه صحيح، الحلواني والاسطنبولي والطلياني كله نفس الشيء. غير اصناف، مثلا اذا بدك تحكي عن الجوز، الجوز بدك مسافه اكبر.
8 امتار 9 امتار ل 12 متر توصل بين، لان الجوزي بتكبر. اما اللوز المزارع ما بيخليه يكبر، يقدر يضل يطالب بالحويش وبالقطاف وبالتقليم وبالويح، بيضل يقل. بعد اي سنه بتبلش تقطف انتاج مش عينات؟ يعني زرعنا اليوم بعد 5 سنين 4 سنين ثالث سنه بتحكي بال 20% من نسبه انتاجه. نعم. بتصير تطلع لحدود الستة او سبع سنين بتاخذ الانتاج الكامل. وهون نحن عم نحكي بشغله، لوز لانه فينا نتركه على الشجره مثله مثل الافوكا، منا مضطرين نقطفه دغري فرد قطفي بضاين، فينا نترك نقطف شوي شوي، يعني عنا طلبيات فينا نقطفها، وما كان عنا طلبيات فينا ننيمه شوي على الشجره، فينا نوصل للشهر ونص حتى نتركه على الشجره اذا ماني غلطان. صح، هي بتبلش على فترات وحسب الارض. نعم. بتختلف الارض. الارض الخفيفه، ايه الارض الخفيفه اللي هي بنسميها نحن ارض خفيفه، بتبقى مش ما فيها كميه تراب قويه. نعم. التراب الحامل الرمليه، مش الرمليه، بتبقى خفيفه، بتيجي عطيك على بياض. نعم. هيدي ما فيك تكتر فيها بالواحد، بتفتح بالمسافه. نعم. يعني معك من الشهر للشهر وعشرة ايام هودي فيك تقدر. في مناطق اكثر اللي عم يشرب فيك تاخره اكثر، مثل منطقتك. منطقتي هني بتحكي ما بتشرب كثير، هون مين بتضيم هون ما عم بس بس فيك تحكي بالشهر وعشرة ايام. نعم. زرعت هالبستين، بلشت تقطف منه، اكيد عم بتواجهك صعوبات او ما في صعوبات بطريقه الرش، الامراض اللي عم تيجي على الاشجار، شو عم تعمل لتكافح؟ هلا بالنسبه لللوز امراضه شوي قليله. نعم. وكلفته اقل، انه ما بيشرب وبيحتاج رشه او رشتان مشان المن او الدوده، يعني ما بيكلف كثير بالنسبه لهي كزراعه. خبريه حلوه، اللي بحب عنده ارض فيه يزرع لوز ما بتكلفه كثير رش، ثابت انه ما في عنده امراض. يعني بتبيعه اخضر؟ اخضر بتبيعه اخضر، وهو هو بينباع اخضر. نعم. اغلبه بينباع اخضر، لانه نحن بعد ما وصلناش لمرحله انه نجيب كساره ونكسر ونعمل، في اصناف ثانيه اللي بتحتاج تقعد بقلب الملبس والاشياء هيدي. نعم. غير هيدي الاصناف. طب ليه منك بيعه اخضر هيدا؟ هذا عم نبيع منه بس نحن، يعني بعده طري نقدر ناكله، هو بعده طري، بسموه قرعون. نعم. ايه بلا بينبيع، في هلا الناس بتحب تبيع، بس هو الحقيقه بيخسر اخضر. بيخسر من قيمه وزنه، وهيك بيكون عندك مسافه اكثر بالبايع، بيطلع السوق بينزل، بتتحكم. رح تربح فيه بوقتها اغلى، بس على المدى البعيد بتخسر، لانه حتربح اسرع، يعني تستحصل على مصاري باول الموسم. صح. اذا كان عندك مثلا زرع اشياء تانية وبدك تكفيها، تستغل لانه عندك لوز بتقطف منه بتبيع، بتمشي اصناف تانية. كم شجره عندك وكم دونم؟ 12 دونم تقريبا. 12 دونم لوز، 12000 متر تقريبا. هلا قلت لك بيختلف بين مزارع ومزارع، بحط على 5 امتار، كل ما حط على ابعد بتخف كميه الاشجار، بس ما بتخف الانتاج. صح، اخذت حجمها واخذت الضوء والهواء والشمس. صح. اللي بدها اياه. هلا نحن عاده يعني بتقسم الألف متر على 4 امتار على 5 امتار، بتطلع النتيجه. هلا مش حاسبهم قد ايه، يعني يلي عنده ارض كانت كبيره ولا صغيره، مهم تكون ارضها غنيه، ارضها منيحه، بيقدر يزرع فيها لوز، بحط بين الشجره والشجره بين الاربع والخمس امتار، ما بدها اعطينا كثير، مرتين او ثلاث مرات بالسنه حسب استاذ محمد شو عم بيخبرنا بخبرته ببستينه. اكيد سماد عضوي بحط لها مره بالسنه او مرتين، والكيماوي حسب الحاجه، وفي يمكن كمان ما يحط لها، لانه الارض اذا كانت غنيه وما بده يستعمل كثير كيماوي كمان يقدر يمشي الحال ويتجنب وضع الكيماوي. اللوز يعني ما قدرنا ولا مره ببيت، ما ولا بيت بلبنان الا ما فيه يا لوز ناشف يا لوز الاخضر يا اي نوع ثاني باللوز، فاكيد يستعمل عند الجميع، مش غلط نزرع لوز بارضنا. هون بدي اقول هالصفاء هالرواء الموجود عندك بهالمزرعة وبهالبستين شيء غير شكل عن جد، تجي لهون ما لك قلب تفل، وخاصة انه ما في سيارات بتقطع، ما في معامل حواليك، ما في تلوث، مي نظيفة وبيئة نظيفة، يعني بياكل من لوزاتك استاذ محمد بيكون عم بياكل لوز نظيف وطيب وما فيه ابدا اي ترسبات وتلوثات. يعطيك الف عافية، رح ننتقل نشوف بعد هالفلاح اللي اسمه محمد شمين شو عنده اشياء بعد بالمزرعة. يعني يغزي العين عنك،
نبرم بهالمزرعة وبتشوقنا بعد نشوف اشياء اكثر من هيك. صلنا على العنب، هذا عنب البيتموني اذا ماني غلطان، يعني يغزي العين كمية كبيرة وعم بتلحق لها وزارعهم على بتصور طعم مر، يمكن طعمهم تطعيم هدول. خبرنا شوي هالمشروع قد ايه كبروا، قد ايه بيطلع لك انتاج، وليش قررت تزرع عنب؟ هلا نحن عادة سبق وقلت لك انا بالاول انه المزارع بده ينوع، ليش عملت العنب؟ بده ينوع. صح، بتخسر هيدي بتسلقها بهيدي للضبط. ان شاء الله ما بتخسر ابدا، بس كمان الفكره بتضلك موجود، يعني بدك تضلك انت بتحب الارض وما فيك تشتغل شغله غيرها، يعني بدك تزرع تنوع كل شيء. هذا العنب هذا بيتموني. اصابع العروس زيت. اصابع العروس طبعا. هذا عمره 4 سنين كميته، هذا بعد في عندي غيره، بس هذا الشقفه هيدي الارض كميتها 300 كعب. بتحط بالدنم 90 كعب تقريبا، حسب بيختلف بين نوع عنب ونوع عنب، بس هذا العنب بتحطه على 3 متوهر. وهون عندنا سئلات منك معليون كثير، فينو بيكونوا معوطينهم اكثر لتقدر تفوت تقطف؟ طبعا بدك، وليقدر يفوت المطير ليفلح ويزبط الارض بدك تعمل يعني وسط. اكثر شيء العنب بيصير بيصيبه الرمد. ايه طبعا. وامراض الفطريه كيف عم بتعالج؟ نحن بنبلش رش في كل 12 يوم مر. منغير دواء الرمد باستمرار لحتى يضل ياخد نتيجه، لانه بياخد مناعه. صحيح. يعني بتشوف على اذا نفس الدواء ما بيعود يعطيك النتيجه. هيدي خاصه على الحشرات. ايه طبعا الرمد ضروري ضروري يكون رش كبريت وجنزاره ودواء دودي واشياء ودي، بعدين بس ينضج العنب بنلحقه بالادويه اللي بتعطيه حلا وبتعطيه لون وبتعطيه اشياء فيتامينات يعني. ايه طبعا. هون بس تيجي لتقطف، نحن هلا بحزيران، امتى بيكون موعد قطفه؟ واذا لازم تقطفه كله فرد مره ولا عندك تقطفه على مراحل؟ لا هذا العنب فينا ناخره يعني لبعد اول شتوي من الدنيا بنغطيه من اخره، لانه ما بيسوى يجي عليه الماء دغري بيطق، هذا خاصه هذا النوع بدو فيك تقطف بعد شهر ونص من هلا. صار عم بتقلي من بعد اول شتوي، يعني اذا اجى عليه مي ما بينتزع؟ لا ما نحن بنغطيه بنايلو. بتغطي كل هالمسافه ايه بنايلو؟ بنغطي العريش بنايلو لحتى تاخذ سعر اكثر. بايام الشتاء بيكون اقل. المزارع بده يلعب بهيدي الشغله. نعم. انه مزارعين ما عندها امكانيات تغطي وتشتغل، هيدي بتقطف تنزل على السوق. بتخف الكميه، بتيجي انت بتكون مغطي، بتيجي انت بتنزل بالشتاء بتاخذ سعر بتستفيد. بس ما بدنا نغلي كثير يعني. لا ما هو ما بدنا نغلي نحن، بس ما كمان المزارع بده يامن كل الناس، وقت عم بيعطيك عنب بالشتاء عم يتكلف وعم يحط وعم يتعب وعم يسهر وعم ايه طبعا ايه يعني من هون يعني بياخذ بده ياخذ تعبه يعني اجبار. عشان هيك يمكن اسمه بيتموني بضل الموني. فيك في نعمل منه زبيب كمان من هيك بسموه، واصبع العروس لانه بيجي مطاول حبته بتيجي مطاول. لما عم تبيعهم عم تبيعهم لناس بيعملوا اي نوع اصناف غير الزبيب؟ هذا ريزان دو تابل، هذا بتاكل من قعد طاوله فيك تاكل منه، وغير اصناف شو بيعملوا؟ عاده بينعمل منه عرق؟ يعني مثل العبيدي او لا؟ هو العبيدي اكثر شيء بيروح على العرق والبيض وطبعا في اصناف ثانيه مثل الكريمسون وغيره. صح. بس هذا البيتموني هو شكله بيقول لك تاكلني كثر ما حلو يعني. طيب طيب يعني على السفره كثير حلو، لونه جماله طعمته كثير طيب، بس يشقر شوي يعني. ايه طبعا ايه، هي هاي الشمس هون بتعطي هذا اللون الشقار. شو بتنصح اذا حدا عنده ارض بده يزرعها، اذا بده يزرع العنب البيتموني شو بتنصحه هيك بكلمتين؟ اول شغله بده يكون عنده مي. نعم. هيدي اول شغله، عنده مي. كل قد ايه بتسقيه؟ نحن بنعمل مثلا بنعمل له نهار بالجمعه. نهار بجمعة وقد لكل شتلة قد ايه كمية مي؟ بس بنطلع بنبلش بالساعتين مي، طبعا حدود ال 200 لتر تقريبا. نعم. احنا عندنا دراسة لها هيدي، بس يصير في عنب وبصير في حلا بين الحلا وبين الواحد بنعلي المي، بس يوصل للحلا بنخفف لحتى ياخذ الحلا وياخذ اللون يعني هيدي المزارع بده يكون هو تحت على تجربة يعني. على تجربة يعني ما بتنشرح بكل المراحل. هلا انا بتسالني عن المرحله بشرح لك اياها، انه هلا انا عم بعطي كل نهار جمعه بعطي ساعتين ماء. هي حلقتنا اليوم مع حضرتك حلقه خاصه لنفرجي انه اي مزارع بيقدر يصنف اذا عنده اراضي يعمل كذا صنف بارضه ويكون عنده كذا انتاج ويكون عنده على مدار السنه يقدر يبيع. يعني هلا مثل ما فرجيتنا اكيد
العنب، فرجيتنا اللوز وشفنا أصناف تانية، البطاطا البطاطا أكيد. عم نتعلم من حضرتك، ما بدنا نفوت بالأشياء كتير، كيف منريش وشو الدواء وشو الأمراض وهالأصناف كلها. الحلقة اليوم هي فكرتها بس تنشوف شو فينا ننوع بأرض قريبة من بعضها تنقدر نطلع منها إنتاج ويكون عنا مردود نقدر نستمر بالزراعة. أكيد أكيد أنا بنصح كل مزارع إنه ينوع، ما يروح على صنف واحد. نعم. لأنه صنف واحد أوقات بيجي بسقع. صح. هيدي السقع من رب. بتجي سقع بتضربه، بيروح بيعيش كل السنة بلا موسم. صحيح. أما وقت بينوع الأشياء وبيشتغل بيعيش كل المراحل. بيجي سعر لهذا الصنف بيستفيد، بيخسر، بيربح، بيطلع اخر السنه جامع حاله. صحيح. مأمن عيشه اولاده ومدرسته، هالاشياء اللي بيحتاجها الانسان. مش بس زراعه موجوده بقلب هالمزرعه الكبيره اللي عند استاذ محمد شومان، رح نخليها مفاجاه لنشوف شو عنده بعد اشي. حبيبي زراعة منوعة، أصناف كتير كبيرة عندك إياها بقلب هالمزرعة الغير شكل. هلأ عنا المواشي، خبرنا شوي عن المواشي، ليش بلشت فيها وكم راس ماشي عندك وكيف تهتم بالحليب ومين بيخده من عندك؟ هلأ المواشي العدد عندي 40 راس، ابتدينا بأربعة خمس روس ووصلنا لهذا العدد. عم نحكي 40 راس بقر؟ ايه بقر حليب. شفت كمان معزي وشفت؟ ايه طبعا، بس البقر الحليب 40 راس عدا عن العجول الصغار. نعم. هلا العجول الصغار بترجع تربيهم لبعدين ايه طبعا ايه. هلا لتكون مزارع مكتمل مفروض يكون عندك مزرعة بقر. صح. بنعتبره ان احنا انه هن بيشتروا محصولنا ونحن بناخذ منه. يعني بتزرع القمح؟ بزرع القمح، بزرع الشعير، بزرع الفصة، الذرة، كل شيء بياكلوا. ألفة ايه بياكلوها هن يعني. نعم. يعني هيدي نحن كمان بتساعدنا على تصريف انتاج. صح. نحصر حالنا بالحليب اللي بيطلع. صح. منهم او العجول اللحم اللي بنبيع. هالحليب مأمن بيعه كله؟ ايه اكيد، في معامل بيجوا بياخذوه من عندنا من هون وبيصنعون وبيوصلوا للمستهلك. يعني اليوم بقره بالغه او ريشدي ما بعرف ايه بسموها، بالغه يمكن. ايه. قديش بتشيل حليب منها يوميا؟ كل بقره شكل، ما فيك تحصر انه بقره بس عندك بقره نعتبر بال24 ساعه نحن لحتى نخليها بالمزرعه البقره بدها تكون تعطي من ال20 كيلو ل 30 كيلو. هلا في اكثر بيعطي بقر بس نحن ما بنحب الاكثر، بنحب من ال 20 كيلو ل 30 كيلو لانه بيكون امراضه اخاف. آه. بس تصير تعطي البقره اكثر من قوتها من جسمها، بتعطي اكثر بتمرض وبتصير تواجه مشاكل صحيه. هون بحب اذكر شغله انه البقره لازم تحلبها كل يوم بزيت الترم. ايه طبعا. يعني اذا كل يوم 7 الصبح، كل يوم 7 الصبح. هون عم تعملون على الوحده الظهر، كل يوم على الوحده الظهر بتحط لهم معلف بياكلوا وبتحلبهم بزيت الوقت. صح صح. ولا مره بتغير معهم؟ لا لا، نادرا ما يكون ما عندنا شيء سمح الله عطل او شيء، بس لا لا تنظيم. بس تغير له بتغير، هي بتغير بالحليب، بتفرق معك على 3 4 ايام بترجع تركنج وتمشي مثل ما كان. تاكل كميه كبيره من التبن؟ ايه اكيد بتاكل، بدها تاكل لتشبع. تقريبا قديش معدلها؟ معدلها علف 15 كيلو كل يوم. ايه وتبن بين السبع والعشر. يعني عندها 23 كيلو اكل كل يوم؟ ايه طبعا. إيه. يعني اقل هو تعطيك مقابلهم حليب؟ اكيد اكيد، لانه بتعرف بهالوقت هذا العلف غالي كتير والحليب على المستهلك غالي وبدك تزبط الامور يعني كيف ما كان. عم بيصير في توالد عندك يعني؟ إيه أكيد. كل قد ايه؟ نحن كمان هيدي بدك تعمل لها حساب لتضل مكمل المزرعه بطعمي بعض. نعم. لانه اذا بتخلفوا بوقت واحد وبينقطعوا بوقت واحد ما بيعود فيك الطعم المزرعه. نحن معدلنا كل 20 يوم بشرع لنا ولاده. يعني المفروض هلا هالكميه ال 40 راس الكبار؟ ايه كل 20 يوم. هلا صغير وحيزيد. ايه طبعا اكيد. لحتى يكون لحتى تقدر تكمل انت، لانه البقره قبل ما تولد بدك تفطمها شهرين. تفطمها يعني توقف عنها الحليب. نعم. ايه بهيدي اذا كانوا كلهم معشرين مع بعضهم وبدهم يولدوا مع بعضهم بيوقف عندك فتره انتاج. الانتاج شهرين او ثلاثه. هون بتقع بعاجز مالي ما بيعود فيك، بدك تعمل على فترات. استاذ محمد شومان بيزرع للبقرات بطعميهم هالقمح الذرة، محصول بيرجع بيشيل الزبل تبعهم بحطهم لجنينته، ببيع الحليبات تبعهم كمان بهالطريقه. عم بيكون عم بيبيع حليباتهم، عم بيعمل دوره متكامله. هالزبل
عم بيحطهم للبندوره وعم بحط للشجريه للوز وعم بتحط للبطاطا، يعني ما في شيء عندك عم بيروح ضيعان، كله من جنينتك من القلب المزرعه عندك لمزرعتك لتستفيد فيها. في شيء ثاني بدك تخبرنا عن المواشي اللي عندك هون؟ بعد عندي شويه غنم وشويه معزه، هودي من محلي للبيت يعني مش للتجاره عاملهم انا، يعني شغله نحن ناكل منهم بندبح منهم بناكل لبن وحليب، يعني هودي للبيت يعني شغله لتكمل المزرعه. انا بدي لك يعطيك الف عافيه، بدي وجه تحيه لاستاذ جورج زينون من منطقه بيقوت صديقنا المشترك يلي عطول كان يخبرني عن حضرتك الى ان جينا لعندك وصورنا هالحلقه، وان شاء الله عطول يكون في لقاءات مع بعضنا نحكي زراعه ونحكي مواشي ونحكي عن شيء بيختص بالزراعه. وانا كمان بدي وجه له تحيه لانه صديق بيعز علينا كثير ومحترم كثير. استاذ جورج عسلمته حبيب القلب.